شاهدوا منظر شجرة الفكس الذي بتجيب ظلة جبارة أو بتجيب ظلات جميلة جدا وروعة، وزي ما شايفين دي منظر الشجرة، حاجة جميلة جدا وروعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا الشجرة دي كبيرة جدا وضخمة زي ما شايفين، هحاول أقرها لكم وشكلها الجميل وهنقول لكم معلومات عنها. زي ما شايفين دي منظر الشجرة، الشجرة كبيرة جدا، طبعا دول ثلاث شجرات، شجر ضخم جدا وكبير جدا. طبعا الشجر ده بيجيب ظلة للعربية أو للدراجة النارية خلال أي حاجة، يعني ليه فوائد عظيمة جدا. زي ما شايفين ده منظره وشكله الجميل، بيجيب ظلة جميلة جدا وجبار. زي ما شايفين اهو طبعا انا محط الموتوسيكل بتاعي هنا، وفي واحد محط التورسيكل بتاعه، يعني بيجيب ضلة جبارة وبيجيب ضلة جميلة. شجرة الفيكس، طبعا اسم شجرة الفيكس اللي شايفينها حضراتكم دي منظر شجرة الفيكس، يعني زي ما قلت لكم ليها فوائد عظيمة، بتجيب ضلة جبارة، حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله وروعة. دي منظر شجرة الفيكس، طبعا برضو ليها عدة أسامي زي ما شايفين، وده الثمار بتاعها أهو، ده منظر الثمار بتاعها من فوق زي ما شايفين، ده الثمار بتاعها. طبعا الثمار بتاعها لا مينفعش يتاكل أهو زي ما شايفين، وأنا دلوقتي راكن مستجل أهو تحت اهو زي ما شايفين، منظر على الطبيعة ومنظر جميل. هي دي شجرة الفيكس الذي بتجيب ظلة، طبعا تزرعها قدام بيتك في مزرعتك في اي مكان عشان تجيب لك ظلة. بس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.